الناحية البدنية حس أنه منتخب يعني عنده إمكانيات فنية وبدنية كبيرة. تنطلق المواجهة بين المنتخب الوطني أقل من 21 سنة والمنتخب الغاني، وفي أولى الكرات بالنسبة للمنتخب الغاني الباحث عن الهجوم، وأول محاولة ربما تكون تسديدة جانبية من اللاعب عمر باسيت عن الحلول في وسط الميدان. كرة كثيرة ضايعة تعود للمنتخب الغاني، ربما راح تكون انفراد، والحارس دعاس سعيد ينقذ المنتخب الوطني من الهدف الأول بالنسبة للغانيين في أولى المحاولات الجادة. تملك لاعبين وإن غابت عن آخر بطولة في زامبيا، إلا أنها الوحيدة المتوجة إفريقيا بمونديال أقل من 20 سنة بجمهورية مصر عام 2009. لصالح المنتخب الوطني تعود إلى الجهة اليسرى، البحث عن المراوغة والحل الفردي، التسديد بين أقدام الحارس نوردان عبد المناف. العربي أيمن، هاي المحاولة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني كانت تسديد الحل الفردي. احنا نزرتهم بالرغم من كان يعني محاط بثلاث لاعبين، لو تشوف 11 لاعب الغاني موجود على ارض، نعم كرة مثلثية، لاعب رقم 14 اعتقد اللاعب زردوم زروقي نعم زروقي زروقي اللي عمل منتخب الغاني، ربما كرة مرتدة راح تكون خطيرة فيها، يخرج باص يا عمار، يضيع مرة أخرى أمام تألق الواضح للحارس دعاس سعيد، بس بسيط لكن تسترجع مقطوعة، تسديدة بين أحضان دعاس سعيد رجل المباراة لحد الآن. دعاس أبان عن إمكانيات كبيرة، ولثاني مرة فيه وجه لوجه من عمر بسيط الذي يخفق أمام براعة دعاس، فيه خطأ في محور الدفاع. نعم هنا خطأ في تمركز توغاي وكذلك بالعيد في بوداوي قادري، يجب استعمال الأطراف في مثل هكذا حالات. سلام زردوم رضوان لم يكن ينتظر وصول الكرة، لكن على الأقل استفاد من الركنية في هذه المحاولة، لم يكن ينتظر وصول الكرة في هذا الحالة. لا لكن لازم نقولوا أنه نوعية التمريرة تاع اللاعب بالعربي يعني في ظهر المدافعين، وجدت اللاعب زردوم في وضعية جيدة لكن لم يضرب الكرة بالكيفية اللازمة، لأنه تقريبا كانت تقريبا وجه لوجه. آدم زورغان اللي يعني حاول اللاعب الوحيد اللي يبحث عن الحلول. هاي كرة اللي مفتكة لصالح المنتخب الغاني، العودة مرة أخرى إلى 5 أمتار و50. دعاس مرة أخرى يعني ضيع كرة سهلة كانت تبدو في البداية من بالحران. نقول لك اللاعب آدم زورغان اللاعب الوحيد اللي حاول أنه يستحوذ على الكرة. كوماو إيمانويل يلعبها لمحمد قدوس، تسديدة قوية، تسديدة رائعة رائعة جدا من اللاعب ريتشارد دانسو، لكن فوق إطار الحارس دعاس الذي كان في المكان المناسب. كانت قوية جدا ومخادعة هذه التسديدة. لا شوف التحضير تاع التسديد كان يعني ما كانش على رجله، خرج في المحور وما كانش عنده حل وحده اخرى، البحث عن الزملاء، تسديده وخدعه وغير دعاس كان في المكان المناسب، انقذ مرماه وارتكمت الكره بالعمود الايمن. صديق فتحه اخرى والقائد قائد المنتخب الغاني عاس ربما يطلب الإسعاف هاي بعد هذه التسديدة المخادعة. دعاس ترتطم بالعارضة ثم الدفاع مرة أخرى يعود. نعم تسديدة كانت ما فيهاش القوة لكن كانت زاحفة وكانت يعني ضربت في الأرض قبل ما توصل إلى الحارس. هذه الكرات جد صعبة لكن يعني في اللقطة هذه كيفية إخراج الكرة في كرات عرضية مثل
الزروقي بعيدة تعود الحارس في على مرتين. لا أعتقد أن الحارس سهلة بالنسبة له. لا كانت يعني اللاعب لما رجع الكرة كان لعب يعني أنتيسيبال لعب رقم 14 أعتقد زروقي وثم زردوم. نعم زروقي هنا ثم زردوم لملحقش عفوا الذي هاي أمامنا الدعاس. شوف سرعة اللاعب رقم 3 في الكرة العرضية هذه لكن الحارس دعاس بقى يعني واقف ومركز وكذلك الوطني رفقة كل من عصفان مليك أيضا من أولمبيك مارسيليا عمار عبد الملك ولسائر المنتخب الوطني عواشرية في أول محاولة عواشرية البحث عن سهلة بين أحضان الحارس في وسط الميدان لصالح المنتخب الوطني رايعة هذه لكن ينتظر المساندة ينتظر أنه يفتح ناحية الرؤوس دائما الكرات العالية كلها لصالح المنتخب الغاني حتى الكرات الثانية ترزاق في الكرة مثل هذه كانت راجعة بدون خطأ من جانب بالحران شو الضغط شو الضغط هاي الأخطاء اللي ما لازمش ترتكب في ناحية المنتخب الوطني وتسترجع دفاع استرجع كرة مهمة جدا ربما تكون هجمة معاكسة خاطفة لصالح المنتخب الوطني لكن مقطوعة من ناحية الرؤوس تلعب إلى فيه ركنية الحكم يقول بعد ما تم إخراجها من لاعب منسى جيديون لصالح المنتخب الوطني تمنوها رأس عواشرية وسيم لإسكانها الشباك ساقط على الأرض اللاعب الغاني حمدو عبد الفعو في القائم الأول أحسن تجرى خروج الحارس في المرة الأولى تبقى دائما لصالح المنتخب الوطني تخرج إلى 5.50 بنوردان عبد المناف المنتخب الزامبي أمام منتخب السنغال كرة لصالح المنتخب الوطني تسديدة قوية لكنها عالية كثير على مرمى إطار مرمى الحارس الغاني كانت تسديدة مولاي عبد العزيز مفاجآت لكن لو تشوف المنتخب الغاني في هذه المباراة هذه وتشوف الفرص التي متاحة واحدة من الفرص ربما راح تكون إذا كان هناك رجل المباراة نسموه دعس نعم لو تشوف الفرص التي لصالح المنتخب الغاني مع البديل تبقى دائما لصالح المنتخب الغاني تسديدة إلى الركنية يستفيد من الركنية كوما إيمانويل طويلة تبقى دائما غانية عواشرية في التغطية بدون خطأ يا عواشرية لصالح المنتخب الغاني ما تخرجش الحكم يقول مضيعهاش الكرة مضيعهاش يعني طبعا هاي تسديدة قوية جانبية تسديدة قوية لكنها جانبية سلامات على مرمى الحارس المنتخب الوطني اللاعب رقم 6 يعني سيليل دخل قبل دخل في مس الكره بخارج القدم شوف 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 الضغط يعني مصطفى نعم. شوف الضغط في هذا المنتخب الوطني زرقان توصل زميله هاي كره خروج الحارس الى التماس قول انه فيه خطأ عليه بتونس بهدفين لهدف هاي آخر محاولة وخروج الحارس الذي ربما تشنجات لأنه ما لعبش كثير نعم لكن كانت عنده تدخلات خاصة في الكرات اللي في العمق في كل مرة يخرج بالغاني ولو أنه كذلك بعض لاعبين تاع وسط الميدان ما ظهرش بالمستوى اللي نعرفهم بهم اللي نعرفوه بهم كذلك يعني لما تكون هجمة
المنتخب الوطني ما فيش كثافه عدديه، ما فيش صعود بعض اللاعبين تاع وسط الميدان، اللاعبين تاع الهجوم، هذا ما يخلي الكرات مثل هذه يعني ما يوصلوهاش اللاعبين، والكثافه لما تكون عدديه المنتخب الغاني هذا يصعب مهمه اللاعبين تاعنا. نتمناو يكون فيه هدف في الدقائق المتبقيه، الست دقائق الاخيره، لإسعاد الأنصار يعني هؤلاء البراعم الحاضرين بملعب 5 جويلية من أجل مساندة وإعطاء دعم لعناصر النخبة الوطنية في هذه المواجهة المهمة جدا قبل مواجهة العودة يوم 18 من هذا الشهر. كنا نشوف المباراة هذه يعني أطفال كثر في الميدان، عفوا في المدرجات، يعني العائلات أكثر. نعم نعم، وحتى العائلات حاضرة بملعب 5 جويلية لأنه الدخول مجاني واليوم جمعة يعني يوم راحة، كان ممكن أنه تكون مقصد لكل عائلات ولكل جمعيات الرياضية تكون حاضرة هنا بملعب 5 جويلية لمساندة ومؤازرة أشبال حسين آشي وسبع سليم في هذه المواجهة الهامة اللي نتمنوا فيها توفيق النخبة الوطنية قبل مواجهة العودة أيضا بغانا والتأهل للدور الثالث لما لا إن شاء الله. كرة لصالح النخبة الوطنية بدون تخرج، ربما تكون كرة عندها زردان. مباراة راقية ربما هاي التمريرة. نعم كانت تمريرة من مولاي للاعب زرقال اللي جاء من الخلف، كنا نقولوا عبد الرزاق ولا تذكر انه لازم اللاعبين تاع الوسط يتقدموا نوعا ما ويقدموا الدعم في الهجوم خاصة في الكرة الثانية، هذه كرة كانت في الخلف يعني اوروتري للاعب زرقال اللي جاء من الخلف لكن رفع الرجل تاعو كذلك رفع يعني لوترو تاعو ليدا الكرة صعدت فوق مرمى الحارس. حران بالحران ناحية الرؤوس لكن 55 كم دقيقة أضاف الحكم الرابع واسي فريدريك. 6 دقائق إن شاء الله يكون فيها الجديد، هاي الكرة لمسة ركنية ربما. لا 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 لمسها اللاعب الأخير، اللاعب الأخير اللي لمسها هو اللاعب الجزائري اللاعب زيوخ يعني اللاعب في 50% هو أنه شباك الحارس دعاس بقيت نظيفة لكن لم ينجح في 50. ذلك زرقان 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 ضيع آخر محاولة في هذه المواجهة وهنا ينهي الحكم أبو كوليبالي المرحلة الثانية والمواجهة بالتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين. شكرا لفرقة تقنية HD 1 على هذه النقل المباشر لهذه المباراة. مصطفى شكرا لك على هذا التحليل، نلتقي في مواجهة أخرى، السلام عليكم.